مواكبة لخطة العمل التي تقوم بها وحدات الدرك الوطني، تأتي زيارة وزير الدفاع الوطني السيد حنان نولسيدي لمقر قيادة أركان الدرك الوطني بنواكشوط. واستعرض الوزير رفقة قائد أركان الدرك الوطني اللواء عبد الله أحمد عيشة وحدات عسكرية أدت لهما تحية الشرف. وعلى أنغام الموسيقى العسكرية صافح الوزير القادة وكبار الضباط والمديرين المركزيين بقيادة أركان الدرك الوطني. زيارة الوزير تأتي أيضا في إطار توجيهات رئيس الجمهورية التي انبثقت عنها الخطة الخمسية للعمل الحكومي والاطلاع على مراحل تنفيذ جزئها المتعلق بقطاع الدرك الوطني. وخلال الاجتماع الذي احتضنه مقر القيادة قدم المديرون المركزيون بالقيادة عروضا تفصيلية عن مسار وتنفيذ خطة العمل وما يتطلبه عمل الدرك الوطني من يقظة وإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطنين. وفي مركز تدريب وحدات الدرك الاحتياطية تابع الوزير رفقة قائد أركان الدرك الوطني عرضا عن مهام الدرك في إطار مهمة حفظ السلام التي تشمل التدريب على استعمال الأسلحة والرماية واستخدام التقنيات الحديثة وتأمين المواطنين ومكاتب الاقتراع ومراكز إيواء اللاجئين. وفي الساحات المخصصة للتدريب تابع الوفد محاكاة لعمليات ضبط النظام التي تطلع بها الوحدات العسكرية المشاركة في حفظ السلام بجمهورية وسط إفريقيا عبر ثلاث وحدات عسكرية تعنى أولاها بالأشخاص الراجلين الذين يتم الاشتباه بهم وذلك عبر الإنذار والتوقيف، بينما تعنى الوحدة الثانية بالأشخاص المسلحين والمتظاهرين ضد السكينة الراغبين في خرق النظام والسلام داخل الحوزة الترابية. وتلك ملحمة تستخدم فيها أنواع القوة لمواجهة الخصوم، فيما تتمثل مهمة الوحدة الثالثة في توقيف السيارات وتفتيشها بحثا عن ما يشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين. وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له تجولوا داخل مركز التدريب واطلعوا على مختلف المعدات التي يتضمنها وما يحتويه من تجهيزات تمكن المتدربين من استكمال تكوينهم وإنجاز مهمة حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة بجمهورية وسط إفريقيا. وعبر الوزير عن ارتياحه لمستوى تطبيق خطة العمل الخمسية خاصة على مستوى قطاع الدرك الوطني عبر التدريب الجيد للمفرزة التي ستتجه إلى وسط إفريقيا، ارتياح تعززه التشجيعات والتوشيحات التي حظي بها أعضاء الوحدات العسكرية الموريتانية المشاركة في قوة حفظ السلام، مما يؤكد أن الخطة آتت أكلها في مجال التكوين والإعداد. كما هنأ الوزير قادة الوحدات على نجاحهم في المهام الموكلة إليهم، خاصة ما يتعلق منها بتطبيق حظر التجوال وتأمين المواطنين والإسهام في تراجع مستوى الجريمة. وزير الدفاع الوطني اختتم زيارته بتسجيل انطباعاته عن الزيارة في السجل الذهبي داخل مقر قيادة أركان الدرك الوطني.